الدكتور الحربي، خريجة معهد التدريب المهني تفصيل الخياطة. بدأت تخرجت من معهد التدريب المهني، بدأت أبحث عن مجال عمل من مكان لمكان، ما حسينا المجال اللي نقدر نبدع فيه، يعني أجور ضعيفة، ما في تغيير. اتجهت إني أبحث عن دورات يصير الواحد ينمي فيها مجال الخياطة. أخذت اللي هي دورة تفصيل وخياطة الثياب الرجالية، تخرجنا من الدورة، توظفنا، بس كان مجال الوظيفة إنه الدوام طويل. اتجهت إني لا خلاص أبغى من مكان لمكان، أبغى مشروع الخاص. فكلمونا على دورة كيف تبدأ مشروعك الصغير من المنزل، أخذنا الدورة. فادتنا بشيء كثير، يعني أنا كان بإمكاني من قبل أني أبدأ في المشروع، بس أنه الواحد لما يبدأ في المشروع هو ما عنده أساسيات، المشروع في البداية ما حيدخل صح، ما حيستمر. لكن الحمد لله بحكم الدورة يعني ثبتت كل شيء. يعني أول كنا متسلحين بالمعرفة بدون العلم، لكن بعد الدورة تعلمنا، تسلحنا بالعلم والمعرفة في نفس الوقت. فالحمد لله استمرينا في المشروع وبدينا فيه. بدأت المشروع بحيث إني أبغى شيء مختلف عن إنتاج السوق. صراحة نصيحتي لكل بنت يعني عندها مشروعها الخاص إنه تبدأ فيه.